شكرا. تواصل شركة ليداك إنجاز مشاريعها المهيكلة الكبرى رغم الظروف الصحية الصعبة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا المستجد أو كوفيد 19. من بين هذه المشاريع الهامة الكبرى هناك مشروع سرداب حي صدري حيث نتواجد الآن. هذا المشروع الهام جدا الذي تصل كلفته المالية ل 182 مليون ديال الدرهم سوف يمكن من الحد ومحاربة التدفقات المائية والفيضانات التي تعرفها منطقة حي صدري والناتجة عن المياه الشتوية. هذا المشروع يتكون من سرداب تحت أرضي الذي يمتد على واحد الطول ديال 1350 متر، القياسات الداخلية ديالو 4 أمتار على 4 أمتار، والعمق ديالو يصل إلى 40 متر تحت مستوى سطح الأرض، وسوف يمكن من تخزين أكثر من 14 ألف متر مكعب من المياه الشتوية. بالإضافة إلى هذا السرداب هناك مجموعة من المنشآت الأخرى، فهناك يعني خنادق وآبار لاستقبال المياه الشتوية، هناك آبار للاستغلال، هناك مجموعة من القنوات لصرف المياه الشتوية، هناك مصبات للعواصف، وهناك أيضا محطة لتعلية المياه والتي يصل صبيبها إلى 640 لتر في الثانية. أما بالنسبة لمستوى تقدم الأشغال فالحمد لله ولحد الآن فقد تمكنا من حفر 1250 متر طولي أو ما يعادل 93% من مستوى الطول الإجمالي لهذا السرداب، وبالتالي فإن عملية الحفر سوف تنتهي خلال أسابيع القريبة المقبلة إن شاء الله. بالموازاة مع هذا فقد انطلقت ومنذ مدة عملية تبليط أو تغليف داخلي للسرداب، ويعني توصلت عملية تقدم ديال هذا التبليط إلى 32%. بصفة عامة المشروع تعرف واحد نسبة تقدم ديال 70%، وبالتالي فإن نهاية الأشغال وبداية استغلال هذا السرداب سوف تكون مع مطلع السنة المقبلة إن شاء الله. على العموم يعني الأشغال تتواصل في ظروف جيدة مع احترام تام لمعايير الصحة والسلامة والجودة. شكرا.